بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سمعنا من الأخ القادم الشيخ حسني بداية ما قرأ، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفسكم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أنا أرى دائما كل واحد منا يحفظ هذه الآيات الثلاث ولو حفظها وكرر قراءتها وتمكنت من قلبه لكانت كافية له، لأنها في الواقع لها دقات قوية على قلب الإنسان. وفي آيات معينة فيها الإعجاز القرآني بالنسبة لكل الناس بيكون واضح، وفي آيات الإعجاز فيها يشعر به بعض الناس ولا يشعر به الآخرون. هذه الآيات من الآيات ذات الدقات القوية التي يشعر بها كل إنسان إذا فكر فيه، لأن الله هنا يخاطب المؤمنين ويقول لهم: استعدوا لبكرة. استعدوا لبكرة، بكرة ده يبقى ايه؟ ده اليوم الذي بعد اليوم الذي انت فيه، هو ده معنى الغد. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد، يعني هو احنا كلنا هنموت بكرة. قالت لأننا لابد وأن نموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فسواء كان الموت غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 100 سنة، النتيجة واحدة، النتيجة إنك هتموت. ولما تموت تلتقي بالله، يعني شوف النقلة، نقلة كبيرة. احنا دلوقتي بنقابل بعض وجالسين مع بعض، بمجرد ما نموت بنقابل ملائكة من نوع معين خلقه الله للاحتفال بنا ان كنا صالحين، او للتسميع والتعذيب ان كان المتوفى من غير الصالح. ثم نوقف بعض بين يدي الله يحاسبنا ويخاطبنا. فالقرآن يقول اتقوا الله. يعني ايه اتقوا الله؟ يعني اجعلوا بينكم وبين عقاب الله وعذابه سدا منيعا يقيكم يحفظكم من عذاب الله. وعلشان تدرك الخطورة افتكر بكرة. انت ابوك حي او ميت، جدك حي او ميت، جد جدك، جميع اجدادك وصلوا الى القبر، وانت من بعدهم لابد واصل، فهو مصير لا شك فيه.
ومع ذلك هذا المصير الخطير لا احد يفكر. ولذلك بعدها قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شوفين تقدمت ايه لبكره، لبكره القيامه ولا لبكره، لبكره الدنيا ام لبكره الاخره؟ لا لبكره الاخره، لان الله يعلم ان بكره الدنيا شغلك والهاك وابعدك عنك واوقعك في المعاصي واظلم قلبك وروحك. انت بتعيش به بعدها بعد ما يقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعيد ثاني الامر بالتقوى علشان يبين خطوره اخرى غير الخطوره الاولى. بقى الخطوره الاولى بيقول بكره بينكم تقفون فيه بين يدي ربكم. الخطوره الثانيه بيقول بكره ده يحاسبكم من هو خبير بكل اقوالكم وافعالكم ونواياكم لا تخفى عليه خافيه. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. الكلام ده على بكره الاخره. شوف بكره الدنيا يقول بعدها احذر الغلطه الكبيره التي يقع فيها اكثر البشر، فانهم ينسون ربهم فلا يذكرونه. يعني ايه لا يذكرونه؟ لا يذكرون امره ولا يذكرون نهيه ولا يذكرون حسابه ولا يذكرون جنته ولا يذكرون ناره ولا يذكرون دينه ولا يذكرون نعيمه، انما يذكرون متاع دنياهم الذي شغلهم والهاهم، لا يذكرون شيئا سواه. فتكون النتيجه انهم حين نسوا الله عاقبهم الله عقابا جعل حياتهم كلها تنصب، كل الواردات بتاعتها في المكان العشر في البؤره القذره، فانساهم الاخره وانساهم لقاء الله وانساهم كتاب الله وانساهم سنه رسول الله وانساهم اليوم الاخر كله وانساهم الشعور بفضل الله والشعور بنعمتي عليهم، كل ده نسيوه. فلما نسيوه والعياذ بالله عميت عليهم الامور كلها. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. يعني ايه انساهم انفسهم؟ شغلهم عن مصالح انفسهم وعن تذكير انفسهم وعن تصفيه انفسهم وعن تاديب انفسهم وعن تربيه انفسهم، فعاشوا لغير انفسهم. عايشين لمين؟ انا عملت، انا ببحث عشان اجيب فلوس فلوس فلوس. لمين يا؟ عشان العيال يا، العيال يبقوا اغنياء. طب ما يمكن بعد انت ما تموت البيت اللي هم فيه يتربط عليهم وكل العيال يروحوا ما تشوفش حاجه. ما يمكن تيجي خطه شيوعيه تخبط كل اللي في البنوك واللي في البيوت واللي في البيوت ويبقى لا انت خدت في الاخره ولا اولادك خدوا في الدنيا. ما يمكن اولادك دول المال الحرام اللي بتجيبه تسيبهم بمرضهم وسقائهم وعذابهم، يبقى مالك لا بركه فيه ولا خير. انت عارف البركه فين؟ انت ما تعرف البركه فين. الاول هل ورثتهم
كتاب الله؟ لا. هل جعلتهم يحفظون سورة من هذا الكتاب؟ لا. حديثا من أحاديث رسول الله؟ لا. حكما من أحكام الله؟ لا. خوفتهم من الله وحببتهم فيه؟ لا. عرفتهم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا يختار الله رسلا وكيف يختارهم؟ برضو لا. ثم الايه اللي عملت؟ انا طالع من الساعة 5 ما برجعت الا الساعة 10. انا راجل مجهول بجيب العيال الظهر بجيبه والعصر بجيبه والمغرب بجيبه الفلوس في الثاني والفلوس في جيبه والفلوس في البنك والفلوس في كل شيء في حياتي. مفيش غير الفلوس والفلوس. مفيش غير العيال والعيال. ولو انت كسلت الست تقول لك تجرنا بقى عندهم كان عندهم سيارة قديمة غيروها جابوا سيارة جديدة وناويين السنة الجاية يجيبوا سيارة ويبعتوها البلد وسيارة بعدها ويعملوها لوري او بتاع ده نساف ويعملوا مش عارف ايه وجرنا التانيين بنوا بكين وانت قاعد كده خيبة مفيش فايدة ومفيش حد بيقول له ابدا عندنا فقراء عندنا مساكين نشتري كتابين نشتري مصحفين نعمل عمل خير لله ننصر ديننا نبحث عن كيف ننصر هذا الدين ونرفع رايته؟ لا. اذا كانت الحكايه تيجي لغايه الفلوس لا. اما الحكايه لغايه الكلام كلنا بنتكلم كوافي ارخص من الكلام وما فيش اسهل منه كلنا بنبيع على بعض ونضحك على بعض. يبقى ربنا بينسي الناس انفسهم. فايدي اكبر مصيبه ان ينسي الله الانسان نفسه. يعني ايه؟ لا يحمل الصالح نفسه. بعدها قال اولئك هم الفاسقون. هؤلاء هم الخارجون من دين الله تعالى. يعني الفسوق معناه الخروج عن الدين. اذا ومجرد ما بينسى الله ويقوم على كده ربنا بالعقب ينسيه نفسه بعد كده بيصير فاسق زي ما جه الحديث. اذا انسيت حرمة الله وبطرئ على الله وعمل بالمعاصي وبقينا نستحل المعاصي بعث الله طابعا فيطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيئا. في الإيمان في السادة تقرأ القرآن كله ولا يأثر، الحديث ولا يأثر، السيرة ولا تأثر، وبصلي برضه تلقيه بيزكي لكن لغاية كده وبس. أصبح الدين عادة والعبادة عادة. انت عارف انا سهل ان صوت الميكروفون مسوس عليكم ولا مش مسوس؟ كلكم سامعين؟ ما لم نستنى ليه؟ بعدها على طول شوف المقابله او المقارنه. قال يا جماعه لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. أصحاب الجنة هم الفائزين. دي اللحظات الجميلة اللي بنعيش فيها مع كتاب الله. أنا بقول لك روح الآيات دي في آخر سورة الحشر. قبل الآخر بيجي 5 أسطر أو 6 الآيات دي روحها واحفظها ودايما كررها لنفسك. لابد احنا نكرر لانفسنا ايات نتعظ بيها. انا بيعجبني قصه احد الصالحين يقول خرجت مره فوجدت غلاما يبكي ولد بيبكي بجوار حائط فقلت يا بني تعالى ما الذي يبكيك؟ هل ضربك احد؟ قال لا. هل اغضبك ابوك؟ قال لا. هل طردك المعلم؟ قال لا. قال ما يبكيك؟ قال ابكي خوفا من عذاب الله يوم القيامه. فقال وما الذي ذكرك بعذاب الله؟ قال يا عم
وجدت امي تريد افعال النار تحت القبر، هتولع النار تحت الحله. طبعا هم بيشعلوها بالقصب والحطب. قالت فجاءت امي بالعصي الصغيره فكسرتها ووضعتها تحت الكبيره، ثم اشعلت النار في الصغيره لتشعل الكبيره. فتركت خائفا باكيا، فما ادري هل اموت صغيرا فتشتعل النار فيه لتشتعل في الكبار بعدي، ان اموت كبيرا فتشتعل في نار الصغار. الولد فكره عنده، ايه اللي جابها؟ اللي جابها انه بيذكر ربنا، فاكر ان في حاجه اسمها اخره وحاجه اسمها دنيا. المهم تفاكر واحد لما كان جماعة الرهبان قبل النبوة، مذكورة لواحد من الرهبان هو عابد من العباد، الرسول عليه الصلاة والسلام متعرفين ذكر قصص لكثيرين من بني إسرائيل. اللي بيذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام بتكون قصة لا شك فيها، لأن ما ينطق إلا بوحي من عند الله. لكن القصة اللي أنا بقولها دي مش حديث، بوردة في الكلام الإسرائيلي اللي احنا لنا أن نصدقه. أن أحد الرهبان كان في معبده يعبد ربنا، فخرج علشان يتنزه ويتفسح، وبعدين قابلته امرأة جميلة جدا فنظر إليها وكرر النظر وحدث فيها أول أن راجل بيعيش في طمعه محروم. فلما شاف المرأة يعني شغلت قلبه، ثم صحى، صحى يعني ذكر ربه، فدخل وأشعل المصباح، ثم وضع اصبعه فوق نار المصباح، النار اللي طالعه من الفتيله، فالاصبع بدا يحترق وهو صابر، احترق طرفه وهو صابر، احترقت العقله الاولى وهو صابر. فدخل عليه واحد فظن انه لا يدرك في حالة غيبوبة، فشد ذراعه فقال دعني. قال لما تفعل بنفسك هذا؟ قال ان نفسي اوقعتني في المعصية، فانا اقول لها هل تستطيعين الصبر على الحرق بالنار في الدنيا؟ ان كنت تستطيعين الصبر تستطيعين ان تصبري في الاخره، ولو لم تأتني لتركت يدي حتى أكلتها النار، حتى تتهذب نفسي وتتأدب مع الله. شعور إنسان حي بإيمانه مع رب. إحنا محتاجين نقيس أحياء، بنذكر قصة عمر وأبو بكر وعثمان وعلي. إحنا معنا في عصرنا هذا ناس كان الواحد منهم بيضرب على صدقه حتى تظهر أسنانه بعد أن يأكل الضرب لحم وجهه فتظهر أسنانه، عشان إيه؟ عشان يرتكب معصية خفيفة جدا، وهو إنه يتهم واحد بريء، يتهمه انه ضد الحكومة، وما دام هيبقى ضد الحكومة يعني هيروح في 60 داهية، لأن الحكومة دي عبارة عن إله، واللي ضد الإله ربنا ما بيعاقبه دلوقتي، لكن اللي ضد واحد من البشر من الزعماء الكذابين النصابين الدجالين الكفرة يبقى يتحرق في الدنيا قبل الآخرة.
ولم يرضى بكل هذا العذاب، ولما يسأل يا أخي لماذا لم تعترف، فيقول كيف يرضى قلبي أن أحرم أولادا من أبيهم وزوجة من زوجها بكذبة أكذبها علشان أخلص نفسي، كيف أرضى؟ مش ممكن. ليه؟ لأن ضميري حي، إنسان مؤمن. الكلام ده في العصر الحديث، وحصل من ذلك الكثير. مين طيب؟ يبقى ده أرجو إن يكون يفكرنا، لأنه إحنا لغاية دلوقتي بنتورط في حاجات كثيرة، وإيماننا الضعيف يتقابل ينقذنا ولا يدفعنا دفعا صحيحا وعفوا. وقتين مطرحنا متجندين، مش عارفين لا نصلح نفسنا ولا نصلح بيتنا ولا نصلح في مجتمعنا. عبد الله بن مسعود بيقول كنا نتعلم العصر الآيات بالعصر الآيات، فلا ننتقل من العصر حتى نعلمهم ونعمل بهم. يعني ايه؟ لا يترك العصر آيات إلا بعد ما يتعلمهم ويفهمهم ويعمل بهم، بعد ما يعمل بهم يروح للعصر اللي بعده. إذن كان علم وعمل، هذا التخطيط خلى الصحابة نجح. إحنا إما لا علم ولا عمل، وإما علم ولا عمل، وإما علم عمل بلا علم. عمل بلا علم. أنا عملت ريس عليك، أقول لك تعالى زي عمك طيب كده ما بيعمل مع الناس، تعالى اقعد هنا شوف يا أخانا، بقى شوف الإسلام كيف وكيف وكيف، وأنا عايزك تعمل كيف وكيف وكيف وكيف، ولا بد إن يكتب كيف وكيف وكيف وكيف، وأصل مفروض عليك كيف وكيف وكيف، وحرام تعمل كيف وكيف 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 وكيف، وأنت أصلك كيف وكيف 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 وكيف. يا أخانا كيف وكيف دي جبتها منين؟ ما تسألش. مين قال لك إن ده حرام؟ بقول لك ما تسألش. طب الأوامر دي أنا بتيجي إيه؟ دي أوامرك ولا أوامر ربنا؟ أوامري وأنا بقول لك برضه ما تسألش. غمض ونفس. ليه؟ ده دلوقتي بطلوا يشغلوا السور في السقف وهو مغمض، راحوا جددوا، الدنيا اتطورت، ما بقاش طوافي وما بقاش الثيران اشتغل وهي مغمضه، فحصل تقدم للحيوانات، ما حصلش تقدم للانسان، هو كده وبس. وبالتالي تلقى عمك فرنسا له مذهب، وعمك عرعر له مذهب، وعمك كرتور له مذهب. ليه؟ لان دي مذاهبهم هم، دي ارائهم. لو كنا بنطلب الاسلام كنا بنقول ادي الكتاب والسنه، وكلنا نبقى حبايب حوالين الكتاب والسنه، واللي يغلط بنقول له من الكتاب والسنه تعالى يا اخانا يا حبيبنا انت غلط. وبالتالي ننسب انفسنا. الكلمتين دول الفكر بيصحون بيصحون كثير. لا بد من علم، وعلم متفتح، مش علم طيار، مش علم فتح، مش علم اغترار، مش علم ادعائي. ادعائي لا، اللي بيقعد 50 سنة بيتعلم بيعترف يقول لك انا قدام كتير، اللي اتعامل من 5 سنين بيقول لك بس هو انا رايي كده وبس. رايك ده منين؟ انت مجتهد؟ لا. مطلع على الاراء المخالفه؟ لا. امال يبقى رايك منين ايها الاخ الجاهلي؟ مش عيب؟ هنبطل؟ مش كفايه؟ طب نروح للبيوع بس. مالها البيوع بس؟ عايزين احنا عرفنا المرة اللي فاتت ان البيع عقد بين اثنين،
وان المعاملات كلها قائمه على العقد. العقد يعني ايه؟ يعني اتفاقيه. اتفاقيه ايوه، ما فيهاش لا تسنجر ولا يحزن، اتفاقيه بين واحد وواحد، يعني مش سياسي. وبرضه الاتفاق السياسي اسمه عقد، ما هم بيسموه معاهده. يعني ايه؟ يعني عقد بين طرفين. بعدين هذا الاتفاق لابد يكون بالترابط، عرفناها بس انا ما اتكلمتش بالترابط دي المره اللي فاتت. بالترابط يعني ايه؟ يعني لابد ان تكون سامحه وراضيه 100%. طب يا اخي ده في واحد، ما شفتش واحد من اصدقائه معاه حاجه كويسه؟ انما يقول له دي ممتازه قوي يا اخي، الله يجزيك عال. تعرف ان انا من زمان ابحث عن مثلها من اسمي فين؟ ازاي بتلقي الحاجات دي؟ انت غريب قوي يا اخي في الحاجات دي. يوم يقول له اتفضل، يقول له اتفضل بس دي الثمن. بكره يقول لك مجامله، الله يهديك. اتفضل بس بالثمن. لا لا خدها من غير ثمن. لا والله ما خدها الا بالثمن. صاحبك مكسوف فاسكه. لا خلاص كده، هو ما عايز يبيع. هذا اللي حصل، ان فيه سيف حياء موجود. اذا كان سيف الحياء موجود وانا عارف ان صاحبي غير راجل ولكنه استحيا، فكانني اجبرته واكرهته على البيع. ولذلك العلماء قالوا ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام، سواء كان بيع ولا غيره. بيع ولا غيره؟ بيع. طب غيره ده يبقى ايه رافض؟ تعالى افرض ان نفس صاحبك ده انت شفت حاجه وعجبتك، قلت له عجباني قوي، قال لك اتفضل اتفضل. قلت له يعني ما تبقاش زعلان ولا حاجه؟ لا ربنا اجيب غيرها. لا بس اتفضل اتفضل. ودها لك. طبعا بيتعرف بعد كده، تلاقيه يعني حال مساهم شويه، تطلع منه كلمه يقول لك ده انا اشتريتها بالدين عليا، تطلع كلمه يقول لك ده انا لفيت على السور لما لقيتها. المهم ان ده اخذ مساحه حياه، ولو انه هديه يبقى حرام، ويبقى حر ونار في قلب اللي بياخده ده. واحدة راحت تزور الثانية، راحت فاتحة الثلاجة، وده ممنوع طبعا. بعد ما فتحت الثلاجة لقت حاجة حلوة، قال لها ده انتوا عندكوا بطة أو عندكوا لحمة أوزي جان حلوة أهي. أيوة صحيح عندنا. هتاكلوها إمتى؟ ناكلوها دلوقتي، ناكلوها دلوقتي صلاة الدم. ما هو ده المعنى، ما كلها دلوقتي. طب يلا جسمانا نفس العملية، ممكن تبقى في ثوب في حذاء في أي حاجة. فإذا كان تبادل بيبقى حرام، إذا كانت هدايا بالطريقة دي هو يعتبر اغتصاب، يعتبر اغتصابا ليس حلالا. يبقى لأن لا يحل إلا ما كان عن طيب نفس. حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. والآية الأحاديث تأخذ منه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. عن تراض، تراض يعني بالرضا، الرضا بين الاثنين. هدية متاخدة بسيف الحياة أو مبايعة أو أكلة أو عزومة تبقى حرام. احنا فاهمين الموضوع ده؟ إذا لابد البيع بالتراب. طيب أنا لما أبعت ابني الصغير يشتري الذي لم يبع، هل شراؤه وبيعه نافذ ام لا؟ اولادنا بنرسلهم للبقال،
يشتروا حاجات كتيرة. فهل هذا الاشتراء نافذ؟ قال لك الأصل ان شراء الصبي لا يصح وبيعه لا يصح. ليه؟ لان الشراء والبيع يترتب عليه قبض مال سواء كان تعطي او تاخذ، وده نوع من التكليف، والصبي لم يكلف. فلو اوفر الفلوس تعمل ايه؟ مثلا قالوا لكن جرت العادة بين الناس ومن ايام الصحابة رضوان الله عليهم ان يذهب الصبيان فيشترون ويبيعون، وكان البيع ينفذ بعد رضا الاهل. ولذا قال العلماء الصبي يبيع ويشتري ولا ينفذ البيع ولا الشراء الا بعد موافقة اهله، موافقة ابيه او امه او اخيه او اخته، واحد من البالغين. لذلك لو اشترى من البقال شيء وانت لم يعطي وانت لم يعجبك لك الحق ان ترد، ولا يجوز للبقال ان يقول انت اشتريت وخلاص، لان الذي اشترى صبي لا يتم البيع معه الا بعد رضاء اهله، رضاء واحد بالغ عاقل. مفهومة ولا ليست مفهومة؟ انت بتفسر ليه احنا في الاول حاجة انت نفسي مفهومة؟ اقولها تاني، ان بيع الصبي وشراؤه يمشي لكن لا ينفذ، يعتبر نافذ نهائي الا بعد ما يوافق عليه الانسان البالغ اللي ارسل الصبي. طيب الصبي بيشتري لنفسه وياكل على طول، قالت ما دام مثل اللي بيحصل جنرك الاولاد ما يشتروا الحاجات لانفسهم ينفخوها بره وياكلوها، مش بيحصل كده؟ طيب هل هذا البيع يبقى جائز ام غير جائز؟ الجواب انه بيع جائز، لان انا ما دام اعطيت الخمسين فلسا او المئة فلس لابني وقلت له اذهب تشتري لنفسك شيئا، معنى هذا ان ما يشتريه ابني ويأكله انا موافق عليه، وجرى العرف على ذلك بدون خناقات او معارك او طجات، وبناء عليه يبقى هذا البيع ماشي طبيعي لا شيء. واضح الفكر؟ واضح باقة. طيب ما هي الاشياء التي لا يجوز بيعها ولا شراؤها اللي بيقول عليها العلماء المحرمات؟ جاء هي في اشياء كثيره، لما هنسمعها هنعرف جمال الاسلام وروعته في الحفاظ على منع التجار ومنع الزعل ومنع الضرر باي مستوى. ثم مبادئ اخرى هنعرف ان الاشياء اللي حرمها الاسلام لا يجوز بيعها ولا شراؤها، اذا كان البيع والشراء من اجل استعمالها في الشيء المحرم. كلام ده نفتح كويس، يلا نضحضح خلينا نمشي. جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم والبخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الخمر والخنزير
والميتة والأصنام. فقال له الصحابة: يا رسول الله، أرأيت صحوم الميتة؟ فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه. وجاء في رواية بس ضعيفة بقى: وإن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. احنا هناخد مبادئ أساسية دلوقتي في المعاملة المالية الليلة. كل واحد يصغي ويفتح أذانه عشان نعرف احنا رايحين فين وجايين منين، وكل ده بنحس فيه، احنا عايشين فيه، يعني ما هو بعيد عنا. فاحنا هنتكلم في اللي احنا غارقون فيه الان وبعد الان وقبل الان. نمسك خطوة خطوة. ان الله حرم بيع الخمر. انت عارفين الحديث ان الله لعن الخمر شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، يعني كل واحد بيطاع على المعصية بياخد جزاء المعصية. افهمني كويس، كل اللي بيساعد على المعصية بيبقى حضرته شريك المعصية. ولذلك القرطبي في الكلام عن القتل جاء بحديث معناه ممكن من 20 سنة قرأه: من أعان على قتل مسلم ولو بسطر كلمة فكأنما قتله. اللي يعين على قتل واحد ولو مسلم ولو بنفس كلمة، يعني قال له اف وراح تاكل، اف دي وراح تاكل، يبقى هو على طول كبتها فيه من حكايتها فراح تاكل. اما العلماء اللي طلعوا فتاوى نشرت في الجرائد والمجلات في الايام اللي اضطهد فيها المسلمون والاخوان المسلمون ومش عارف مين ومين ومين، كل واحد صاحب دقن او صاحب دين، اللي اتطلعوا فتاوى وابازوا فيها القتل وجابوا ايات انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا الى اخره، هؤلاء هيبقوا اعانوا على بسطر كلمة، ده اعانوا بكتاب كامل، يبقى دول يروحوا فين؟ طبعا ادرى الناس بهم ابليس من المخلوقات، ادرى الناس بهم ابليس، لان ده هو رئيسهم. والقرآن قالها لما العالم طغى قال: فأتبعه الشيطان. يعجبني تفسير النسفي، يقول ميس الشيطان هو اللي ماشي قدامه، أتبعه يعني هو صار إماما للشيطان. إذا ظل العالم صار هو إماما للأبالسة، يعني بقى شيخ الأبالسة، يبقى الأبالسة كلها ماشية وراه. ليه؟ لأنه بيفتي، بيطلع أحكام، بيدي أوامر، إبليس بيفتي. وهذا الحجة اللي هيحتاج بها ابليس يوم القيامة، هيقول
لما يقولوا لي انت اللي ضلتنا وانت وانت وانت، قال لهم ايه؟ انا ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. وانا بعت يعني عملت ايه؟ وسوس. وسوس يعني ايه؟ يعني اديت ايحاء خوفي كده انك تعمل المعصيه. لكن ادي القران وادي السنه وادي النبي بتاعك انت عارفه وادي ربنا وانت مؤمن بيه، كل ده ما رجعتش عن المعصيه. زي ذنب النايم التعبان ده ابليس، وتيجي تفهمه طب روحه بقى، انا لا نافعت ولا نافع نفسي النهارده. بتيجي الجهه معينه في جسمه تبرزها قوي بتمرين التصوير، وثم المصورين دي صور كلها جايه من اوروبا او من امريكا، في شركات للتصوير وهذا من هذا النوع بيبدع هو في السنه كلها 500 دينار تجيب الصور. فيلتقط كل فتره بقى جانب من صوره ويطلعها المجلات والجرائد. ولما يجي لك بقى الفيلم وهو في اخر فتور، يبقى بقى عام كل الاولاد اللي بيسمعوا، كل البنات اللي بيتاثروا، كل دول يتحمل الدوله واصحاب الوضعين البرامج ومقدموها يتحملون مثل ما يقع من المعاصي والسيئات، مثل عدد من وقع في هذه السيئات اللي هم اتكذبوا فيها. فشوف قد ايه لعنات الله بتنزل عليهم. وكذلك الحاكم الذي لا يعمل بالاسلام، كل من لا يعمل بالاسلام في رعيته ويقع في المعاصي فانه يحمل مثلها يوم القيامه، ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالمساله ما بتحتاجش الكلام، يخل القران يخلي الناس تفهم القران على حقيقته. ده كلام الله مش كلامي. اذا هم نسمع الحكم ان الله حرم عليكم بيع الخمر. ليه؟ لان البيع بيع الخمر يبقى ثمن خبيث، وبيع الخمر هينشر الخمره، وبالتالي يبقى بيع الخمر حرام. طيب والخمر والخنزير، يبقى بيع الخنزير حرام. والميتة، الميتة هي ايه؟ الميتة مش هي الحيوانات اللي احنا لما نذبحها ذبحا شرعيا اللي ماتت بدون ذبح شرعي؟ مش هي دي الحيوانات اللي ماتت بالشكل ده اسمها ميتة؟ يبقى دي بيعها حرام. كويس كده. العلماء قالوا طب الحاجات دي ليه بيعها حرام؟ يا ترى لأن أكلها حرام أم لأنها نجسة؟ أما أكلها حرام فكلنا متفقين على كده، أما كونها نجسة هي نجسة. ليه هم عايزين يطلعوا بحكم شرعي؟ فقالوا هذه الأشياء كلها أصلها نجس، وبناء عليه كل شيء نجس، كل شيء نجس لا يجوز بيعه ولا شراءه. كل شيء نجس لا يجوز نبيعه أو نشتريه. ليه؟ لأن قياسا على الخمر والميتة والخنزير. فجماعة قالوا طيب تعالى زي الأحناف والظاهرية وبعض الفقهاء، وهنخش بقى في موضوع تاني دلوقتي. طب ايه رأيك في أرواس الحيوانات؟ أرواس الحيوانات خصوصا البغال والحمير والجمال، احنا بنعملها سماد للارض. اذا وضعت في الارض الزرع ينبت نباتا حسنا. فهل يحرم بيعها؟ جماعه قالوا نعم بيعها حرام.
وبالتالي الشرائها حرام، وبالتالي المال اللي يجي منها شخص لا يجوز الانتفاع به. وجميع قالوا لا، بيعها حلال. ليه؟ الله تعالى بقى، هو ده كلام، ده شغل الفقهاء، ميزه الفقيه. شوف الفقهاء بيشتغلوا ازاي، لان حضرتك بتروح تجيب لي حديث من اي كتاب وتقول انا بعمل بالحديث ده، ما فيش غير كده، وانت عارفين حاجه، انت رحت الازهر وطلعت من غير ما تتعلموا حاجه، انا اللي اتعلمت اهو، لان انا خريج بس كده الجامعه. فقال لك تعالى يا سيدي، هذه النجاسه بيعت لا من اجل ان تستعمل في شيء يحل استعمالها فيه، من اجل انها تستعمل في شيء يحل استعمالها فيه. يعني ايه؟ احنا مش هنفلها ومش هندهن بيها ايدينا ولا هنخلي حد يتمرع فيها، الاشياء دي هنرميها في الارض، وهي اصلا كانت في الارض، فلما نرميها في الارض والزرع يستفيد بيها يبقى الزرع بينبت نباتا حسنا، عملية كويسة. من هنا يقال تعالى هنديك صورة، لما هي تروح في الارض وتزود فيها بتروح نجاستها ولا لك؟ ان نعم بتروح. قال اذا تبقى المسألة جيدة. تعالوا معانا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما لقى شاه ميتة اهلها رموها، فقال هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتبعتم به؟ يعني ليه ما اكستوه بالجهة، سلكتوه ودبغتوه لغاية ما نسف ويبس، فين شفعت به؟ قالوا لي يا رسول الله انها ميتة. فقال انما حرم اكلها، اللي حرم اكلها. اذا بيع الميتة لاكلها يبقى هو ده اللي حرام، اما وهي تعتبر نجسة، وبالتالي اذا بيعت الميتة لغير اكلها يبقى يجوز. مثل ما تطلب مثلا ارنبة، عارفين الارانب؟ انت بتسموها ارانب ولا بتسموها بيت رانب؟ فقالوا لك ما ترميهاك، او اول ما تموت ادينا اياها. ليه؟ هنعمل عليها تجارب معملية، تجارب في المعمل. انت لقيت الحكاية هستفيد بها، قلت لهم بكام تشتروها؟ يا راجل انت هترميها؟ ايوه يرميها، عايزين تستفيد اشتروها. هنشتري الميتة؟ بس بتشتريها مثل لانها ميتة هتاكلها، انت بتشتريها للانتفاع بشيء غير الاكل. فهنا يجب ان على الرأي ده، ان زي ما انتفعنا بجلد الميتة لأصلا كان نجس قبل كده، لما بلغناه بقفاه، كذلك هذه الأشياء يجب بيعها لغير الانتفاع بها بالأكل، إنما الانتفاع بشيء آخر يبقى الشيء الآخر يكون جائز. هل تسريح الأرنب وأخذ المعلومات من تسريح ومعرفة مرضه إلى آخره جائز ولا ممنوع شرعا بعد موته؟ جائز. يبقى أنت بعته لشيء جائز ينتفع به، وبالتالي يبقى البيع جائز. وعلى كده يبقى بيع جبل الحمام وبيع ارواس الحيوانات وبيع ارواس حتى بني ادم من اجل الزرع والارض يبقى جائز ولا شيء فيه، عند بعض الفقهاء، عند بعض ايه اللي ماشي عليه الناس، ودليلهم واضح. وثابت ان سيدنا عمر في زيت وقعت فيه فقره فاحب يرموه، فقال لهم خذوه وانتفعوا به، معنى الرواية
في غير الأكل استصبح به. استصبح به يعني ايه؟ يعني ضعوا في اقناء واسألوا منه الكفيلة عشان الكفيلة تسأل لكم تضوي لكم المكان. التكريم المسعالة بتاع زمان ما تعملوها دلوقتي ابدا. لما تطلعوا في ممكن لما تطلع انت البر تعمل المسعالة دي في الزيت تحطها وفتيلة كده تحطها فيها في طبق صغير فيه زيت وفتيلة تغمسها في الزيت وبعدين تطلع فرصة منها تضغط عليه وتروح مولع. جماعة بتوع السجور بيقولوا كنا بنعمل كده وهم في السجن وكانوا دايما بيسعلوها ويشتغلوا على حسابها يقرأوا على حسابها ويأكلوا على حسابها ويضربوا على حسابها إلى آخره ويضربوا على حسابها برضه. فإذا ممكن الاستفادة به في هذا. عمر قالها يبقى عرف تكفل من التكفل. طيب عندنا مثل الدم المسفوح نجس ولا طاهر؟ نجس. طب إذا كانوا الأطباء دلوقتي جماعة الزراعيين بيروحوا يجيبوا الدم ده ويخلطوه بمواد كثيرة وبعدين لما حضرتك تشتري الفراريد الكتاكيت الدجاج الصغير بتشتري علف، العلف ده لمدة 40 يوم بيخلق الدجاجة وزنها 2 كيلو. الخليط ده فيه دم مسفوح والدم ده نجس. هل يجوز بيع الدم ده من اجل هذا ان يخلق بعليه الدجاج ام لا يجوز؟ وهل اذا اكل الدجاج منه اكله جائز ام غير جائز باعتباره نجسا؟ في حكم شرعي انت عارفين البهيمه الجلاله لا يجوز اكلها ولا شرب لبنها. طب الجلاله يعني ايه؟ انا قلتها اللي بتعصر الاوساخ اللي بتعصر الكاظرات دي يعني البراز بتاع الاولاد وكده تاكل الدجاجات دي لا يجوز اكلها الا بعد ما نحبسها ونقعدها فتره. ونقعدها فترة لغاية ما جسمها يسيب يبقى كويس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحمها وشرب لبنها. طب الدجاجة دي هتاكل الدم النجس هل يجوز أولا إنها تأكل الدم ولا لا يجوز؟ أولا مفيش نهي عن الدم والقياس على الكاذورات في قياس مع الفارق لأن الكاذورات النجاسات اللي في الأرض ريحتها سيئة جدا ماتمة وفعلا بتخلي رائحة لحم الحيوان ماتمة وبيأكل منها بتخلي ريحة اللبن أيضا ماتمة. ثانيا هي من المادة تختلف كثير عن المادة اللي هي الدم منها. الدم ده هو حياتنا احنا يعني فيه كل المواد اللي بيقوم عليها جسمنا. جسمنا الدم بيجري في حامل كل ما تحتاج ما يحتاج اليه جسمك بيوزعه فيه. ولذلك الدكتور لما تروح انت تعمل فصل او حزامه الدكتور يزعل قوي يقول لك ده احنا بنشتري اللتر الدم بكذا دينار تروح انت ترمي دمك في الارض فغلطه كبيره في نظر الاطباء. فاذا هل يجوز ان احنا نبيع الدم ولا يجوز ان الدجاجه تاكل ولا ما تاكلش؟ قال لك من عناس ناهي والقياس على القاذورات الاخرى قياس مع الفرق ما نقدرش نسيه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين ان هذا الدم بعد ما بيخلط مع الاشياء الاخرى بيصبح جزء صغير مع هذه الاشياء والاشياء بتبقى كثره فاذا يبقى راح تضم اشياء ليس وحده والذي تأكله الدجاجة. طب لو كانت الدجاجة الدجاج طلع وجد دم موجود وراح ياكل منه وكان واحد له بيت قريب من المسلك ولا من حته وكل ما يطلع الدم الدجاج يطلع ياكل لما الدجاج صار سنين بتقلبه يبقى حلال ولا حرام؟ قال لك دليل التحريم النصي غير موجود.
والقياسي لا يتفق معانا، يبقى ما فيش داعي ان احنا نقول حرام ونضيع على نفسنا. المنهي عن الجلاله وبس، ودي ليه الجلاله؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده دم مسفوح وما قالش الحيوان اللي او الدجاج اللي ياكل دم مسفوح يبقى نجس، ما قالش كده وما قالش ثاني من رفاه. وبالتالي ابيع الدم ما دام هو جائز، يبقى بيعه جائز ولا لا؟ يبقى ايضا جائز اذا كان في القدرات الاخرى جائز عند هؤلاء الفقهاء، يبقى هذا ايضا جائز عند هؤلاء الفقهاء. يقول الامام مالك بيبحبح كثير احيانا وساعات رحنا دواءها، اما عمك ابو حنيفه قال بيع ولا تسال، وده الجماعه الظاهريه دخلوا مع ابو حنيفه على كل كده وقالوا كل ذلك جائز. وبعدين عمك الشيخ حسني بقى يصلي ويقدم لنا الاسئله. الاسئله اشترى سيارة بالأسقاط ولسلة فيه بالشركة وعدم مطالبتها له بالأسقاط فإنه يحتفظ بها عنده حتى بلغ المبلغ أكثر من 400 دينار، فهل عليه أن يخرج لها زكاة؟ زكاة من فهو كان يحتفظ بالأسقاط عنده، المال اللي عنده ده مش بتاعه، ده مال الشركة حق لها عنده بس موضوع تبيته او تجيبه، فهذا المال الذي هي للشركة اذا كان محدد ومعين محطوط لها يبقى لا شيء عليه ما طلعت زكاة، لكن اذا كان حضرته مبلسكا يعني مسهينا مفهومة دي ولا للشركة يعني مفهوم هو ما بيسأل يعني مسؤول انا محتفظ ب 400 دينار، هو اصلا ما سالت لا قسط ولا غيره، ما سالت وجه موعد الزكاه القسط، يبقى واجب عليه انه يطلع زكاه المبلغ اللي معاه كله كان ثاني فيه اللي عليه يسدده او مش فيه، متعود يطلع زكاه المبلغ ده يطلعه من قبل ما تيجي موعد الزكاه، طلع المال اللي عندك عشان ما نعملش حيله ونهار. بعدين خلصت راجل خطب امرأة ثم زفت إليه، وبعد ما دخل بها جه أقرباء العريسة يقولوا له إن لم يتم عقد النكاح، فهل يعتبر هذا النكاح صحيح أم يعني في شبهة؟ فما الذي نفعله؟ طب اذا كان لم يتم، طب ما يتم، ما العروسه وصلت، قال له ما تمش، ادي البنت موجوده، اللي قال لك ده هات معاه شاهد كمان، واذا كان قريب للبنت موجود اقرب الناس اليها قال لها وكليه يا بنت، يوكله يقول له قول لي جوزتك اللي وكلتني دي فلانه، يقول له جوزتك اللي وكلتني، يقول له انا قبلت، اتفضل اطلع من هنا بقى خلينا نشوف شغلنا. لا بس هي قضيه، ما هو الزواج عقد يا فندم بس عايز فيه شهود، والمهر بيعتبر اساسي، لكن لو ما سموش المهر العقد صحيح، لكن لو ما حضرش الشهود يبقى العقد باطل. اذا احنا عايزين فيه شهود بس يكون عدول، نسمع يصلي ويصوم ويعرف ربنا، وبعدين نعمل العقد ونخلص من العملية، يعني مش قضية دي. إذا كانوا هم، أنا عرفت يكون السؤال إن بعد ما مضى يومين أو ثلاثة أو أسبوع جم قالوا له إن مفيش عقد، أمال أنت دخلت بها إزاي؟ هم دخلوك عليها من أي باب؟ مش من باب العقد، مش الاصل انك عملت عقد يعني فيه زواج، ولا جات الدخلة الثاني كده هم اهلها رموها عليك، يا جدع انت يا صاحب السؤال تقول في الاراء لطشت البنت دي فوانيك بقول كده في كده، والا يبقى السؤال يعني غريب مش معقول يعني يجي ازاي الا اذا كان لطم ومتراب تقول لي، طب قول لي انا مش هقول لحد. رجل له علي 300 دينار و50